السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب يكون الجميع بخير. الجزء الثاني من المشتريات بتاعه البيت. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت منفضه البيت قبل ما امشي، فكان عندي حاجات كتير قوي كانت ناقصه. جبت الخزين بتاعي من البلد وانا جايه، بس اكتشفت ان في حاجات كتير ناقصه. يعني مثلا البرسيل، انا كان في دماغي ان في هنا 2 كيلو، مفيش غير في البرطمان ربع البرطمان، فما كانش ينفع. كمان البرسيل الجيلي بتاع لوكا كان باباها جه هنا اسبوع، كان عنده شغل فاستعمله فلقيته خلصان، فاضطريت ان انا انزل اجيب شويه حاجات كده كانت ناقصاني. وطبعا ما كانش عندي خضار نهائيا. انا جايبه معايا من البصل من البلد، سوري، جايبه بصل وجايبه توم، جبت طماطم لان كنت جايبه معايا طماطم برضو بس ما جبتش كتير، فجبت طماطم وجبت شويه خضار هتشوفوها دلوقتي، وجبت شويه حاجات كده كانت ناقصه. يلا بينا نشوفها عشان الفيديو ما يطولش. طيب انا عندي لوكا بتحب السيرلاك ده جدا، اللي هو الثلاث فواكه مع قمح ولبن، بتموت فيه. ما بقتش بجيب لها سيرلاك كتير بصراحه، لاني عملته في البيت قبل كده وعجبها، بس النوع ده بالذات هي بتحبه جدا، فانا قلت اجيبه لها. يعني بيبقى زي سناك كده، ممكن كل اسبوع مرتين او حاجه، او لو يوم قرفانه ومش عايزه تاكل بسبب التسنين بعمله لها كده يعني في نص اليوم. فجبت العلبه الكبيره بدل الصغيره، الصغيره بتبقى قليله جدا، الكبيره دي عامله 38 جنيه ونص. وطبعا كنت جايبه لها الحفاضات بتاعتها وجبت لها المناديل وكل حاجه خاصه بيها، بس مش هعملها بقى في فيديو لان الحاجات دي جبتها من هناك واستعملتها هناك، فما حبيتش ان انا اعمل بيها فيديو مخصوص. خلاص رحت كازيون جبت شويه حاجات، جبت ملح اللي هو نور لانه ما كانش عندي، انا ما اخدتش ريسيت فما اعرفش سعر الحاجه بصراحه يعني، بس تقريبا دي عامله 4 جنيه او 2 جنيه ونص حاجه كده يعني. جبت ده بس انا عندي نص واحد وانا عايزه اعمل دقه، فجبت ده علشان اعمله. جبت الماكينات اللي هي الكوين ان، مش بلس، تفرق دي اللي هي تبع اللورد بس النسائيه. هقول له هحاول اشوف لكم اسم الجل اللي انا بستعمله معاها واكتبه لكم ان شاء الله في الكومنت مثبت. انا جبت 2 لان انا عندي بستعملهم على طول، واحيانا بستعملهم في ان انا اشيل وبر من حاجه، هبقى اعمل لكم فيديو ان شاء الله عنهم. واسم الجل هحاول اشوف العبوه بتاعته عندي، هو تقريبا كان عامل 45 جنيه الجل اللي انا بستعمله معاها، هحاول اشوفه واسيب لكم اسمه ان شاء الله. كمان جبت الشوكليت دي، عارفين البسكوت بتاع العيد، انا واخده شويه حلوين من البلد يعني، بس عايزه اجدد فيهم لاني عندي زوجي ما بيحبوش ساده كده، فانا قلت هعمل له هعمل كل اتنين مع بعض كده واحشيه وهعمله معامله البيتي فور، وهنعمله مع بعض ان شاء الله فيديو، هيبقى زي اعاده تدوير كده. فجبت الشوكليت دي، انا فاكره سعرها كانت عامله 24 جنيه، جربتها مره واحده قبل كده بس مش فاكره طعمها قوي يعني في الحاجه، فقلت اجيبها كده تقضي الغرض معايا، عامله 14 جنيه. الماكينات دي يا بنات تقريبا عامله 14 جنيه ونص الاربعه مع بعض. انا بتعجبني علشان المسكه بتاعتها بصراحه سهله جدا عن اي نوع تاني. انا بستعملش يعني، انا بستعمل الواكس على مثلا الجسم، انما مناطق معينه ما ينفعش فيها خالص غير الشيفين. دي مندلين، مش عارفه كان باقي فلوس. جبت الطحينه دي جربتها الشهر فات وعجبتني جدا جدا، اسمها الاصلي، مش عارفه دي تبع رشيد الميزان ولا ايه، بس هي ماركه اسمها الاصلي كده، حلوه العجينه، السمسم فيها مش كتير وعجبتني جدا. دي كانت عامله 16 جنيه تقريبا. دول كده كانوا 10 جنيه تقريبا كيس الدوريتوس ده، قلت اجيب له الصحور، ودول كانوا فك اخر 10 جنيه، والبنوته اللي هناك ما كانش معاها فكه. جبت بقى القهوه التركي بتاع ابو عوف، ناس كتيره جدا بتتكلم عنها وتقول ان هي تحفه، بس بصراحه انا ما بحبش اجيب الحاجه اللي اول مره استعملها، ما اجي اجربها بجيب العبوه الصغيره ما اجيبش العبوه الكبيره. فلقيتهم هما منزلين دي كده عامله 14 جنيه، دي عامله 14 جنيه ونص او 16 جنيه ونص حاجه كده يعني. طبعا انا مش عارفه الجرامات بتاعتها فين، فاللي جرب هيقول لي، بس انا شفت عنها ريفيوهات كتيره جدا حلوه. انا بجيب البن بتاعي من العطيفي محوج فاتح، فده برضو فاتح محوج، فقلت اغير واجرب الشهر ده اجربها كده، لو عجبتني ممكن اجيب العبوه الكبيره منها المره الجايه. طبعا عشان اعمل نسكافيه انا مبقتش بجيب العبوه الكبيره دلوقتي، انا بجيب ده بيقعد معايا فتره طويله جدا لان انتوا عارفين ان انا بعمله فوم واشيله. فدي الحاجات اللي انا جبتها من كازيون علشان اغير ده، لانه ده مش مكفي الرخامه عندي، انا حطيته بس كده قبل ما امشي يعني على الرخامه خلاص. جبت ده لقيت لونه كده فاتح وقريب من لون السيراميك عندي، وعشان يبقى حلو برضو في التصوير لحد ما يجي ان شاء الله، فحبيت اجيب اللون الفاتح ده. ده مش عارفه كام متر والله، 45 العرض بتاعه، 45 سنتي، مش عارفه بقى مكتوب عليه عدد الامتار، بس هو بيعمل الرخامه مرتين يعني، يعني هو بيعمل الرخامه بتاعتي مرتين.
ده كان عامل 10 جنيه، هو حلو حب فيه حبه حلوين يعني. كمان جبت بيض، ناس كتير قالت لي ما تغسليش البيض علشان مش عارف القشره بتاعته بتتاكسد مع ايه، قصه كده. المهم قعدت عملت اكتر من سيرش على اليوتيوب وعلى الفيسبوك علشان اعرف اصل الموضوع ده ايه. اتضح فعلا ان القشره بتاعته بتتفاعل مع اي ماده خارجيه جايه عليه، خصوصا الميه. كل اللي انا عملته ان انا مسحته بس كده بفوطه قطن عاديه وهركنه علشان اشيله. دول 25 بيضه عاملين كم، 30 او 35 جنيه. ده بالنسبه للحاجات اللي جبتها من السوبر ماركت. من عند بتاع المنظفات بقى جبت دي اللي هي الموب العاديه اللي هي عامله زي الميكروفايبر دي، بتاعت المطبخ، بتاعت الشقه خلاص هخليها للمطبخ لان بتاعت المطبخ قد باظت. فبتاعت المطبخ والحمام انا عندي 2، وبتاعت المطبخ والحمام مستحيل اعمل بيها الشقه فهي استهلكت، فانا هخلي بتاعت الشقه للمطبخ والحمام وقلت دي اطلعها للشقه. بصوا بقى انا عندي اللي هي شفتوها عندي كذا مره اللي هي الدواره، الموب الدواره دي اللي بتعصر سيئه جدا جدا. جربت الاستانلس منها وجربت البلاستيك منها، سيئه جدا، بتبوظ بسرعه كسر بسرعه، فدي مريحاني جدا وبتنظف عن التانية الشرشيب دي. فدي كانت ب10 جنيه. وجبت اللوكا الاوكسي لان جربته قبل كده. عايز اقول لكم الاوكسي ده بيتباع ب27 و29 في السوبر ماركت يعني او اي هايبر، انا بجيبه من عند بتاع المنظفات ب25 جنيه. كمان جبت باور، دي العبوه الكبيره عامله 12 او 13، كام 13 جنيه، من عند بتاع المنظفات عادي. ده بتاع مايوي بس هما خلاص حاجتها اغلب الحاجات مايوي بتاع التنظيف دلوقتي بتتباع عند بتوع المنظفات عادي جدا. فجبت دوه، انا بصراحه ما بستغناش عنه، حلو جدا. ما لقيتش اوكسي اللي انا بجيبه، جربت طيب انا عارفاه وتمام زي الفل، هو افضل نوع للغسالات الفوق اوتوماتيك لانه في منه نوع مخصوص ليها، حتى هتلاقوه مكتوب هنا فوق اوتوماتيك. افضل نوع للغسالات الاوتوماتيك هو تايد، مش بلاقيه دايما كتير بس لما بصدق الاقيه يعني بجيبه. ده 2 كيلو مركز 2 كيلو، يعني تحسيه كده وانت بتشيليه ان هم 3 كيلو مش 2 كيلو. ده كان عليه عرض عامل 35 جنيه ال 2 كيلو، فقلت اجيبه. ان شاء الله هعمل خلطه للبرسيل ده، مش متذكره مين اللي قال لي عليها، هو حد في البلد مش عارفه بقى واحده صاحبتي ولا مين. هحط عليه شويه حاجات هتشوفوه في الروتين اللي جاي باذن الله. فده بالنسبه للحاجات اللي جبتها من السوبر ماركت والمنظفات. تعالوا بقى نشوف الخضار اللي احنا جبناه. قبل الخضار افتكرت اقول لكم جبت فلفل اسمر، وانا المفروض كنت جايبه كمون وفلفل اسمر، مش عارفه هو اداني كله فلفل اسمر ليه، مع ان دول ب10 جنيه. وعلشان بقى خلطه الغسيل اللي هعملها معاكم، ده ملح ليمون، وطبعا انا بستغناش عنه في غسيل الستاير وغسيل الملايات والكوفرتات، الكلام ده كله ده حلو جدا وبينظف تحفه. ده غير لو مثلا الصينيه اتحرقت او حاجه، ده الحل الاكيد يعني هو ملح الليمون. دول ب10 جنيه، وجبت ب10 جنيه بيكربونات صوديوم نفس الاستعمالات بتاعتهم تقريبا، بس في التنظيف بيبقى ملح ليمون اكتر، فجبت دول علشان خلطه البرسيل. ده ليمون كنت جايباه معايا، مش عارفه عشان نسيته وكنت جايبه من البلد، كنت نسيته بره التلاجة ولا ايه بالظبط، اغمق بالشكل ده مش كله يعني كام واحده. ف دول هيقعدوا ولا هيبوظوا؟ ممكن اعصرهم واشيلهم كده في مكعبات، هشوف كده لسه. فده كان كيلو الا ربع كنت جايباه معايا من البلد، انا غسلته ونضفته وسبته في العبوه دي. كل ده هشوفه في الروتين اللي جاي ان شاء الله. انا جايبه طماطم من البلد بس علشان بقى رايحين بقى والعربيه ورايح جاي اضطرت شويه، فدي هعملها هضربها واشيلها في الفريزر. وجبت دي جامده كده للسلطه مثلا او لاي حاجه هعملها، شاورما شاورما هعمل بتاع هتنفع. جبت كيلو واحد بس، الكيلو ب5 جنيه. وجبت نص كيلو فلفل اللي هو الرومي العادي، ده الكيلو كان ب8، ده نص كيلو ب4 جنيه. وجبت البطاطس، دول 3 كيلو، البطاطس اللي هي فيها نقطه حمرا دي، جبت 3 كيلو ب15 جنيه، الكيلو واقف ب5 جنيه. هي كانت رخصت بس رجعت التاني بقى، انتوا عارفين رمضان ودخلت العيد وكده يعني. فدول 3 كيلو ب15 جنيه. كمان جبت خيار وجبت كوسة، مع ان الخيار ما عجبنيش، انا ما بحبش الخيار الكبير دوت، ما بحبش الخيارة الكبيرة دي، بحب الخيارة تكون صغننة كده ورفيعة تبقى اجمل يعني. مش عارفة كان ب8 جنيه ولا ايه، بس المهم انا جبت منه كيلو. الكوسة جبت منها نص كيلو بس ب4 جنيه، جميلة علشان بعملها اللوكة على طول، محشية لحمة مفرومة.
كمان جبت فلفل حامي، جبت ربع كيلو بس عشان ما بستعملوش كتير في اكلات معينه بس يعني اللي بحطه فيها، فجبت ربع كيلو منه مع النص اللي هو الرومي العادي، وجبت نص كيلو بتنجان اللي هو بتاع القليه ده، انا ما بحشيش ده بصراحه، ما بحبوش في المحشي، بحب الابيض اكتر، فجبت نص كيلو، وجبت نص كيلو جزر. الجزر ما عجبنيش، فما حبيتش ان انا اجيب منه كتير، بس عشان عايز دم سفول لانه اخر كيس في الفريزر، فانا بحب احط له جزر. انا بحب الموز المستورد ده جدا، جبت منه 2 كيلو، كيلو كان ب 20 جنيه، جبت 2 كيلو ب 40 جنيه، ما لقيتش البلدي، عندي زوجي بيحبه اكتر من ده، بس ده اللي لقيته قدامي، وكان خلاص بقى يعني انا مش هنزل تاني عشان العيد وكده، فخلاص يعني قلت دول اللي لقيته قدامي جبته، فجبت ال 2 كيلو دول ب 40 جنيه. وجبت مشمش، جبت كيلو، الكيلو ب 15 جنيه، وهو لسه طالع لسه، ما اعرفش مسكر ولا لا، بس قلت اجيب كيلو كده اجربه، ممكن اعمل منه عصير على الفطار او حاجه نشوفه. فكيلو واحد ب 15 جنيه. خلاص دي كانت المشتريات اللي نزلت جبتها النهارده، بحيث ان انا ما نزلتش بقى، انا اسبوع العيد وطبعا احنا قاعدين من الشغل، فمش عايزه انزل، الافضل نازله وطالعه كتير. الواحد بينزل بيبقى عاتل هم وهو راجع، غسيل ايدين وغسيل وش واستنشاء ومش عارف ايه وشاور ليله يعني وتعقيم، فالواحد بقى في بيته ارحم يعني. خلاص اشوفكم بقى ان شاء الله الفيديو اللي جاي يكون الروتين بامر الله. سلام عليكم.